بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية قواعد اللغة. في هذه الفقرة سنرى عبارة avoir beau plus infinitif avoir beau. طبيعة الحال العبارة من العبارات التي تستعمل بشكل كبير في اللغة الفرنسية. لنعرف مدلولها نبدأ أولا بهذا التساؤل على إحدى المواقع. إذن كما نرى يقول هذا الشخص bonjour يوم سعيد. Ce matin, cette phrase me vient à l'esprit. Ce matin, cette phrase me vient à l'esprit. هذا الصباح هذه الجملة جاءتني. طبعا الحال عندنا الverb venir. عندنا فعل جاء. إذن cette phrase me vient. هذه الجملة جاءتني à l'esprit. لي ثم l'esprit. L'esprit مقصود بالروح والمقصود بأيضا ممكن أنه يعني العقل. كما عندنا هنا. إذا المقصود أن هذه الجملة جاءتني هذا الصباح إلى عقلي. المقصود أنني تذكرت هذه الجملة هذا الصباح. ما هي الجملة التي تذكرها هذا الشخص؟ إذا الجملة هي جيبو فرصة. جيبو فرصة يعني أنا فعلت هذا دون جدوى. كيف ذلك؟ سنرى الشرح. إي جو مو بوز لا كيستيون. وأنا أطرح السؤال. المقصود أنني طرحت السؤال بو إكوا دون سيت فراز. إذن كلمة بو ماذا تكون في هذه الجملة؟ ما دورها في هذه الجملة؟ إذن سغسومبل أن أدجيكتيف هذا يشبه نعتا يشبه وصفا. سغسومبل أن أدجيكتيف يعني أن هذا يشبه نعتا ويشبه وصفا. إذن عندما نقول بو يعني أنه جميل. نقول مثلا ان بو بيزاج يعني منظر جميل. اذا هذه الكلمه هي وصف. اذا المتسائل هنا يقول سامبل ان ادجيكتيف يعني ان هذا يشبه نعتا يشبه وصفا. مي ان بو كوم ان اوكسيليير يعني ان موضوع شيئا ما او قليلا ما. كوم ان اوكسيليير مثل مساعد. طبعا الحال اون فرونسي اون دو اوكسيليير. في اللغة الفرنسية عندنا مساعدان قلنا لوكسيليار أفوار و لوكسيليار أتر. إذن هذو من المساعدين اللي كاين في اللغة الفرنسية اللي تساعدونا بطبيعة الحال في الأزمنة المركبة ماشي في الأزمنة البسيطة اللي تيكون فيها غير الفعل بوحدو المصرف المستهدف تنزيدو لي فقط لتيرمينيزون تنزيدو لي فقط النهايات على حساب كل ضمير. لكن لي طون كومبوزي في الأزمنة المركبة ضروري يكون عندنا مساعد يا أفوار يا أتر زائد الفعل المصرف. مثلا بحال في حالة ديال لو باسي كومبوزي أو لو بليس كوبافي إلى آخره. إذن هادو سوسون ديال طون كومبوزي يعني أن أزمنة مركبة مركبة من المساعد ومن الفعل المصرف. طبعا الحال تبقى الزمان اللي تتصرف فيه كل مساعد باش يعطينا الزمان يعني اللي إحنا فيه. إذن Ça ressemble à un adjectif, mais un peu. طبعا الحال عندنا مي هذا لو فيرب ميتر. عندنا لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب ميتر يعني ان موضوع. هذا لو فيرب ميتر يعني وضع. اذا مي يعني ان موضوع. تنتكلموا على هذه الكلمه كانها نعت موضوع. Ça ressemble à un adjectif, mais يعني انها تشبه نعتا موضوعا. Un peu. طبعا الحال un peu هي قليلا. مثلا دون ما ان بو دو سيل يعني اعطيني قليلا من الملح. اذا ان بو يعني قليل. هنا عندنا مي ان بو يعني انه موضوع قليلا. كوم ان اوكسيليير يعني انه بشكل قليل يشبه المساعد. طبعا الحال يشبه مثلا اتر او افوار عندما ياتي مثلا ليساعدنا في تصريف فعل. اذا هل هذه الكلمه هي مثل هد المساعد هي مثل هد المساعدين تأتي هنا لتساعدنا في معنى معين. وأن أدجيكتيف إبيتات هل هي نعت أو أنها نعت؟ إبيتات يعني أنه لاصق بالاسم. في اللغة الفرنسية أن الأدجيكتيف إبيتات يعني أن تكون نعت لاصق على المنعوت. مثلا نقول إل أ دي زيو بلو عنده أعين زرقاء. إذا هنا تنشوفوا دي زيو لاصقة مع هاد كلمة بلو. كاين الحالة الثانية تيكون عندنا لادجيكتيف
مع الاسم الموصوف تكون الادجكتيف يعني النعت يعني مفصول عن المنعوت. دون لوكا الادجكتيف اتخيبي يعني عندنا الحاله ديال الادجكتيف اتخيبي تيكون الادجكتيف سيباري دو سون سوجي بار ان مو اي نوطامون بار ان فيرب ديتا بار ان فيرب ديتا يعني انه تيكون مفصول عن المنعوت ديالو بكلمه خاصه انه تيكون مفصول عن المنعوت ديالو بفعل حاله تيكون مفصول باحد الافعال التي تسمى في اللغه الفرنسيه بافعال الحاله. مثلا نتكلم على فيرب اتر باغيتر يعني انه يبدو او يظهر او بانهم موجودين بهذه الحاله. مثلا نتكلم على فيرب اتر لو فيرب اتر يعني انه كان. عندما نقول كان يعني اننا نتكلم عن حاله شيء حاله شخص انه كان بهذا الشكل. اذا نتكلم عن ان فيرب ديتا اذا نتكلم عن فعل حاله فعل يتكلم عن الحاله. اذا بطبيعة الحال عندما يكون عندنا ادجكتيف سيباري دو سون سوجي بار ان فيرب ديتا يعني انه يكون مفصول عن المنعوت ديالو بفعل ديال الحاله بفعل الحاله. اذا في هذه الحاله نسمي هذا الادجكتيف بانه ستان ادجكتيف اتخيبي. هنا بطبيعة الحال نتكلم على ان ادجكتيف ابيتات. هل هاد كلمات بو هي ستان ادجكتيف ابيتات اترونجمون بلاسي يعني انه موضوع بشكل غريب او بشكل شاد بمعنى اخر. هل هذه الكلمه تمثل نعتا مساعدا ياتي كمساعد بشكل ما او انها ادجكتيف ابيتات اترونجمون بلاسي يعني انها نعتا لاصيقا بالاسم موضوع بشكل غريب. اذا ما حقيقه هذه كلمه بو؟ اذا في الجواب l'expression avoir beau plus infinitif اذا عباره او صيغه avoir beau plus infinitif تكون عندنا avoir beau زائد الفعل الانفينيتيف يعني انه غير مصرف سينيفي يعني انه يعني. اذا هذه العباره تعني faire quelque chose inutilement يعني انك تفعل شيئا بدون نفع. طبعا حتى نقول على شي حاجه بان utile يعني أنه نافع أو نقول عن شخص بأنه إيتيل يعني أنه نافع. إينيتيل يعني أنه غير نافع. إذن إينيتيلمو بشكل غير نافع المقصود بدون جدوى. فاغ كلكو شوز إينيتيلمو يعني أنك تفعل شيئا بدون جدوى أو بمعنى آخر سون أوبتونيغ دو ريزولتا بدون أن تحصل على نتيجة. obtenir يعني انك تنال يعني فعل نال. اذا سون obtenir يعني بدون ان تنال دو ريزولتا. لو ريزولتا هو النتيجه. اذا سون obtenir دو ريزولتا يعني بدون ان تنال نتيجه يعني انك تدير العمل هكا تيمشي سودا. اذا هذه العباره تعني هذه المساله عباره avoir beau plus infinitif. اذا نقول مثلا كما في المثل التالي هو مثل فرنسي يعود للقرى الوسطى ابو مونتير كي فيا دلوا ابو مونتير كي فيا دلوا يعني له ان يكذب بشكل فيه متسع عنده كل التسهيلات ليكذب. من هذا؟ كي فيا دلوا الذي ياتي من بعيد. اذا الشخص الذي ياتي من بعيد طبعاً الحال ياتي الى مكان لا يعرفه فيه الناس إذا طبعا سيكون له متسعا وهو سيكون في كامل الراحة ليكذب كيف يشاء بهذا الحال إن أراد الكذب. إذا أبو مونتير له أن يكذب بشكل جيد. عندنا هنا أبو بهذا الحال بو كما قلنا يعني جميل. إذا المقصود هنا له كل الظروف الجميلة كل الظروف المواتية لكي يكذب. إذا أبو مونتير كي فيا الذي ياتي طبعا الحال عندنا لوغ فينيغ دلوا الذي ياتي من بعيد. اذا المقصود بهذه كلمه ابو افوار توت فاسيليتي بور يعني ان تكون لك كل التسهيلات من اجلي من اجل كذا وكذا. مثلا عندنا ابو مونتير المقصود بهنا افوار توت فاسيليتي بور مونتير. لذلك الفعل اللي تيجي من بعد ابو تيكون الانفينيتيف. علاش؟
لأن هاد كلمة أبو تتضمن في المعنى ديال المستتير يعني المخفي avoir toute facilité pour. طبعا حتى نعرفوا بأن كل فعل تيجي من بعد بور طبعا الحل من ضمن حالات أخرى أن الفعل تيكون الانفينيتيف. إذا الفعل اللي تيجي من بعد بور أنه تيكون أيضا الانفينيتيف بحال اللي شفنا قبل ملي تيكون فعل تيتبع فعل الفعل الثاني ما تيتصرفش. هنا أيضا الفعل اللي تيجي من بعد بور أيضا لا يصرف. إذا عندما نقول أبو فالمقصود به بحال اللي تنقولوا avoir toute facilité pour له كل التسهيلات من أجلي. طبعا الحال عندنا avoir هاد avoir راه ممكن تصرف غير حنا في عوض نذكروا جميع الحالات خلينا الفعل هكذا راه ممكن أنني أقول j'ai toute facilité pour أنا عندي كل التسهيلات من أجلي كذا مثلا pour mentir tu as. إذا avoir ممكن تصرفه tu as toute facilité pour أنت عندك أو أنت عندك كل التسهيلات من أجلي. Il a toute facilité pour. Nous avons toute facilité pour. يعني نحن عندنا إلى آخره. إذا ممكن أننا نصرف هذا avoir يعني بجميع الحالات ديالو. لكي نختصر كل هاد الكتابات نقول avoir toute facilité pour. Abo plus infinitif. المقصود به في الحقيقة أنه عنده كل المتسع. طبعا الحال عموما الإنسان الذي تكون له كل الظروف المواتية والموفقة طبعا أنه سيصل لنتيجة رغم أن هذه كلمات أبو أن تعني بأن الشخص له متسع له فرصة له امتياز إلى آخره فرغم أن العبارة تعني هذا الأمر لكنها من كثرة استعمالها في الحالات التي تكون فيها النتيجة معاكسة أصبحت العبارة واضح أنها ستنطبق على فعل أو عمل لا يأتي بنتيجة. إذن كما نلاحظ بأن عبارة أبو بلس أنفينيتيف يعني أنها في الأصل تتعني بأن الشخص له كل الامتياز له كل الظروف الموفقة ليفعل لتكون له نتيجة معينة لكن من كثرة استعمالها طبعا الحال لقول بأن فلان كانت له الظروف الموفقة كان له كل امتياز ليفعل شيئا ثم أنه لم يفعل. إذا من كثرة مجيء هذه العبارة في هذا المعنى أصبحت ترافق أصبحت تدل على أن النتيجة غير موفقة. أصبحنا بمجرد أن نسمع القائل يقول أبو ثم يتبع بفعل الانفينيتيف أصبحنا نعرف من البداية بأن النتيجة ستكون معكوسة. إذا هذا هو المقصود بهذا عبارة أبو بلس أنفينيتيف يعني أن تعني أن تفعل شيئا دون جدوى. مثلا أقول جيبوك خيدو توت مي فورس يعني أنه كان لكل الامتياز كل الجو كل الراحة بوغ كخيي من أجل الصراخ يعني كانت لكل التسهيلات لأصرخ. المقصود جي توت فاسيليتي يعني أنه عندي كل التسهيلات أو بيان توت كونسيسيون يعني المقصود عندي كل الامتياز. جي بوكخي المقصود أنه كان لي كل الامتياز لأصرخ دو توت مي فورس بكل قواي بيرسون نومونتون لا أحد يسمعني. إذا جي بوكخي دو توت مي فورس يعني أنا كان لي أن أصرخ دون جدوى بيرسون نومونتون لا أحد سمعني. إذا لا لوكيسيون أفوار بو بس إكسبليكي أنسي. إذا صيغة أفوار بو أو عبارة أفوار بو peut s'expliquer طبعا الحال عندنا غير بوفوار يمكن أن تشرح يمكن أن تشرح هكذا. طبعا الحال شرحها هو كما قلنا عبارة أفوار بو سي توجور أفوار بوشون يعني أن يكون لك حق جيد أن تكون في مكان فيه كل الظروف. مثلا الحالة التي رأينا جي بوكخي يعني كان للامتياز أن أصرخ جي بوكخي دو توت مي فورس يعني أنه كان للامتياز لأصرخ بكل قواي. إذن عندما أقول هذا فالسامع هنا سيعرف أولا بأنني كنت في مكان ليس فيه ضجيج. إذن أتكلم عن أفوار بوشون بحيث أنني لو كنت في مكان فيه ضجيج ما أمكنني أن أقول جي بوكخي دو توت مي فورس يعني أنه كان لكل الظروف لأصرخ.
طبيعة الحال في حالة الضجيج لا تتوفر الظروف. إذا نتكلم عن avoir bouchon يعني أن تكون لك كل الظروف. أو مثلا بوطون أو مثلا بوطون يعني أن يكون لك زمان جيد. طبيعة الحال الطون هو الزمان، ولكن المقصود به أيضا الحالة الجوية. إذا ممكن أنني أكون في حالة جوية جيدة تسمح بهد الصراخ أو بهد الفعل، ثم أنني لم أحقق نتيجة. إذا عندما أقول أفواب فالمقصود بها بوشون بوطون أو بيان بيل أوكازيون، يعني أنها تكون لي فرصة جيدة. إذا عندما أقول أفواب أرى المقصود بها كل هذه الأشياء، بمعنى آخر بأنه كان لي امتياز. إذا عندما أقول avoir beau-faire c'est proprement، إذا هو بشكل خاص avoir le temps favorable يعني أنه كان لي الوقت والظروف الملائمة. beau-faire من أجل الفعل. إذا عندما أقول j'ai beau-faire كما قلنا قبل قليل بأن avoir ممكن تصرفه، إذا أقول j'ai beau-faire يعني أنه كان لي امتياز لأفعاله. المقصود بهذا الكلام c'est proprement، إذا هو بشكل خاص avoir le temps favorable يعني أن يكون لك الوقت، المقصود كما في حالتي هنا j'ai le temps favorable يعني أنه كان لي الوقت الملائم. pour faire من أجل الفعل. إذا avoir beau c'est toujours avoir beau champ beau temps belle occasion. avoir beau faire c'est proprement avoir le temps favorable. pour faire كما قلنا il faut observer que dans la première proposition يجب ملاحظة. طبعا الحال observer يعني لاحظة. il faut observer يجب ملاحظة que dans la première proposition بأنه في الجملة الأولى والتي هي j'ai beau crier de toutes mes forces يعني أنه كان لي كل الوقت اللي أصرخ بكل قواي. la locution verbale يعني أن الصيغة الفعلية la locution verbale يعني أن الصيغة الفعلية يعني أن تبتدي بفعل. كما نرى الصيغة الفعلية هي avoir beau. la locution verbale avoir beau. الصيغة الفعلية avoir beau a une valeur de concession يعني أن عندها قيمة امتياز. كما قلنا فيما سبق عندما أقول avoir beau j'ai beau مثلا crier يعني أنه كان لي كل الوقت أو كل الظروف لأصرخ. المقصود هنا بأن هد الصيغة a une valeur de concession يعني أن عندها قيمة امتياز. إذا عندما أقول avoir beau إذا فهد الصيغة تتعني بأنني كنت أتوفر على امتياز معين لأفعل هذا الفعل، ثم أن النتيجة كانت مغاكسة. On pourrait la remplacer par le subordonnant bien que يمكننا تعويضها ب le subordonnant. La subordination هو التبعية أو الخضوع. إذا نتكلم عن بلد يتبع بلد آخر أو شخص يخضع لشخص آخر، إذا نتكلم عن لا سوبورديناسيون ومن فعل سوبوردوني. طبعا الحال في حالة هنا نتكلم عن جملة تتبع لجملة أصلية. إذا تكون عندنا جملة هي الأساس ثم نجد جملة أخرى تتبع لها، إذا طبعا الحال الفاصل بين هذه الجملتين يسمى لو سوبوردونو. كما عندنا هنا بيان كو، إذا تكون عندنا الجملة الأصلية ثم الجملة التابعة. لا أحد سمعني بالرغم من أنني صرخت بكل قواي. إذا كما نلاحظ بأن هذه الأداة تأتي هنا كرابط بين جملتين. إذا ممكن تعود هذه العبارة par le subordonnant. إذا من خلال هذا الرابط الذي هو bien que on dirait alors. bien que يعني بالرغم من. on dirait alors يبدو كذا. المقصود هنا تنشوف أن عندنا فعل دير، عندنا verbe dire، عندنا فعل قال، يعني المقصود كما لو نقول. بمعنى آخر بما نعبر عنه نحن يبدو أن، وعندما نقول بأن أمرا ما يبدو بكذا وكذا فما قلنا هد العبارة إلا لأن الأمر عكس ما يبدو لنا. عموما عندما نقول عن شيء بأنه يبدو ففي النتيجة أن ما يبدو لنا عكس الحقيقة. إذا عندما أقول يبدو هذا الرجل واقفا، إذا المقصود أنه غير واقف، إذا ولكنه يبدو كما لو أنه واقف. إذا عندما نقول عن شيء بأنه يبدو
يعني أنه عكس ما يبدو عليه. إذن في اللغة الفرنسية نقول on dirait alors، يعني كما لو نقول بأن هذا الرجل واقف، إذا المقصود بأنه يبدو واقفا كما يظهر لنا. إذن هنا في اللغة الفرنسية هناك عبارة يعني هذا الأمر اللي هي on dirait alors، كما لو نقول كذا وكذا. إذن عندما نقول j'ai bouclé de toutes mes forces، إذن ممكن تعود هذه العبارة، إذن ممكن أن ندخل عبارة bien que في مكان هذه العبارة. إذن فنقول bien que je crie de toutes mes forces personne ne m'entend، رغم أنني صرخت بكل قواي لا أحد سمعني. مثلا ممكن أننا نقول في حالة avoir beau plus infinitif، ممكن أننا نقول j'ai beau essayer، يعني أنني حاولت دون جدوى، essayer يعني حاول، je n'y arrive pas، لم أصل له أو لم أصل لها. أو أقول مثلا j'ai beau lui dire d'arrêter، يعني أنا قلت له ليتوقف دون جدوى. j'ai beau lui dire d'arrêter il ne m'écoute pas، يعني أنه لا يستمع إلي، المقصود أنه لا يستمع نصائحي. أو نقول مثلا il a eu beau chercher، il a eu beau chercher، يعني أنه بحث دون جدوى. il a eu beau chercher، il a eu beau chercher il n'a pas trouvé sa clé، هو لم يجد مفاتيحه. أو نقول مثلا j'ai beau lire dans tous les sens، يعني أنا قرأت في كل الاتجاهات. مثلا أنني توصلت بكتابة معينة فيها حروف مبعثرة، حاولت أقرأها في كل الاتجاهات. ربما تكون بعض الكلمات غير مرتبة، إذن أنا قرأتها في كل الاتجاهات. j'ai beau lire dans tous les sens je ne comprends pas، je ne comprends pas، أنا لم أفهم شيئا. أنا قرأت في كل الاتجاهات دون جدوى، لم أفهم شيئا. le verbe comprendre يعني فهم، je ne comprends pas أنا لم أفهم. j'ai beau lire dans tous les sens je ne comprends pas، أنا قرأت دون جدوى في كل الاتجاهات، أنا لم أفهم. إذن عموما عندما نرى avoir beau المقصود بها essayer sans succès، يعني أنك تحاول دون نجاح، المقصود أنك تحاول دون جدوى. طبعا الحال هنا نتكلم عن avoir beau plus infinitif، ولا نتكلم عن عبارات أخرى مثلا faire beau، إذن المقصود faire beau temps، يعني أن يكون الجو جميلا. عندما نتكلم عن faire beau فغالبا نتكلم عن الجو. إذا نقول مثلا quand le vent change de direction vers le nord ou l'ouest، عندما الريح quand le vent يعني عندما الريح change de direction يغير الاتجاه vers le nord ou l'ouest إلى الشمال أو إلى الغرب، إلى الشمال أو إلى الغرب c'est qu'il va faire beau، c'est qu'il va faire beau، il va faire beau المقصود بأن الجو سيكون جميل. إذا عندما نقول il fait beau يعني أن الجو الآن يفعل جميل، كما نقول هنا يفعل، هو يفعل. طبعا عندما نرى صيغة il fait beau أو il va faire beau المقصود أن الجو جميل أو أن الجو سيكون جميل. أو كعبارة أخرى مثلا faire le beau، faire le beau إذا ce n'est pas un chien qui se met debout، إذا هذه العبارة faire le beau هذه تقال للكلب الذي يضع نفسه واقفا. إذا نتكلم عن الكلب الذي يقف، إذا نقول عنه ماذا؟ il fait le beau، يعني أنه يفعل الجميل كما نقول. ولكن هذه العبارة هي تقال هكذا الكلب الذي يقف، طبعا لها معاني أخرى ولكن أنها تعني هذا المعنى faire le beau. هنا لا نتكلم عن faire beau أو bien faire le beau، إذا نتكلم عن avoir beau plus infinitif. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.